هدية اليوم. مستمعينا، كل من عرفه قال عنه أنه فتى سيء جدا، لا يرجى من ورائه خير مطلقا. قضى 11 عاما كاملة في السجن بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات فضلا عن جرائم أخرى. وفي تلك الليلة كان المجرم كلايد بيزلي يشاهد التلفزيون في زنزانته في السجن من خلال تلك القناة التي كانت تعرض التصفيات النهائية لإحدى مباريات لعبة الجولف التي كان يهوى مشاهدتها بشغف، ولكن لسوء الحظ لم تستمر المباراة. وتم إيقافها في منتصفها بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أرض الملعب بشكل مفاجئ. هذا التوقف جعل الفتى يتبرم ويتذمر. ألا يكفيه السجن والضياع الذي يعيشه؟ فيأتي المطر ليفسد عليه واحدة من أفضل لحظاته، وهو يتابع الرياضة الأولى المفضلة لديه، يتابعها باهتمام شديد دون غيرها من الرياضات. وهنا قفزت في ذهنه فكرة مدهشة. هو يتابع أيضا رياضة التنس، ويعرف أن هذه الرياضة الممتعة تم تحويلها إلى رياضة مصغرة تشبهها، ولكنها تلعب على طاولة كبيرة. أصبحت هناك رياضة أخرى كاملة اسمها تنس الطاولة. لماذا لا توجد نسخة مصغرة من لعبة الجولف ويمكن لعبها على ظهر طاولة واسعة ويكون اسمها جولف الطاولة، وتكون مزيجاً من لعبة الجولف ولعبة البلياردو؟ حينئذ لن يكون هناك أمطار تؤجل مواعيد المباريات بلا شك. وعلى الرغم من غرابة الفكرة، إلا أنها استهوته بشدة، لدرجة أنه بدأ في وضع تصميمات وتخيلات للعبة الجديدة، وبدأ يرسمها على الورق ويضع القوانين والحدود ومساحة الطاولة وغيرها من التفاصيل. وبعد 11 عاماً في غياهب السجون، خرج كلايد بيزلي حراً طليقاً بعدما أدى فترة عقوبته. خرج بأفضل شيء على الإطلاق يمكنه الخروج به، خرج بفكرة جديدة. بمجرد خروجه من السجن، أول شيء فعله كلايد هو أنه توجه إلى محل لبيع الأدوات والمعدات، وقام بشراء ما يلزمه لتطبيق فكرته. كلفته حوالي 200 دولار، وعاد إلى منزله وعكف ليالي طويلة في صنع نموذج أولي للفكرة. وبعد أن صنع نموذجه بالفعل وقام بتجربته واختباره بنفسه عدة مرات، لم يكتفي بذلك، بل قام بدعوة بعض الأطفال والمراهقين والشباب في المنطقة التي يسكن بها، وطلب منهم تجربة النموذج الجديد المبتكر. فما كان منهم إلا أن أبدوا جميعا إعجابهم الشديد باللعبة التي صممها وبفكرتها وبقوانينها. هنا عرف بيزلي أن في يده كنز ثمين قام بتصميمه وتصنيعه،
ولم يتبقى له سوى الجزء الأهم والأصعب، تسويق المنتج الجديد الغير مسبوق. انطلق في حماس إلى كل الجهات التي يمكنها أن تتبنى فكرته هذه، بدءا بالنوادي الرياضية والمتاجر الترفيهية وأماكن التسلية، يعرض على كل من يقابل منتج وتصميمه المبتكر. ولكن وكعادة أي فكرة جديدة مجنونة، يجب أن تلقى استهجان من الأشخاص التقليديين. رفضت العديد من النوادي والهيئات مجرد الاستماع له ومشاهدة منتج، ولكن لم ييأس مطلقاً واستمر فيما يقوم به بمنتهى الصبر والإصرار. وفي أحد المرات اقترح علي صاحب أحد المحلات، بعد أن قام كلايد بعرض فكرته عليه، اقترح أن يتوجه بلعبته الجديدة إلى معرض البلياردو الموسمي الأمريكي الذي يقام في مدينة لاس فيغاس، وكان هذا المعرض في يوليو من العام 2003. في ذلك المعرض انبهرت إحدى شركات تصميم طاولات البلياردو بفكرة كلايد بيزلي، وقامت بتبني الفكرة وتصنيعها وتسويقها، وبدأت في الانتشار بين المستهلكين بسرعة مدهشة، ووضعت أسعاراً للعبة الجديدة تتراوح الأسعار ما بين $150 إلى $700 في العام 2005. في العام 2005 تجاوزت مبيعات اللعبة التي صممها السجين السابق $5 مليون، وذلك بعد أن قام بوضع الكثير من الخيارات والتطويرات في تصميماتها. كلايد الآن رجل أعمال مليونير وشهير، ما زال حتى يومنا هذا مصمماً على إلقاء محاضرات تشجيعية في مناسبات متعددة يحكي فيها قصة حياته التي بدأها مدمناً خارجاً عن القانون، ووصلت به إلى أن يكون رجل أعمال ناجح ومبتكر ولديه الملايين بسبب فكرة واحدة جاءته في ليلة ممطرة وهو يشاهد مباراة للغولف. فكرة لو ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا اللمس عذرة، لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا نور قمره، لو حذينا العمر زهرة، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار وغني لا فكرة. صباح الشباب، هذه كانت هديتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم مستمعينا. صباحكم خير، أفكار متجددة فيها الكثير من الابتكار، وبالتالي فيها كثير من التغيير إن شاء الله لمشهد يومكم. نمسك اللحظة للأمان، لا قيود.
حرسنا يا رب.